السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية الخاصة التي تأتيكم على شاشة التناصح الفضائية، والتي نتابع فيها تطورات المشهد السياسي الليبي والتفاعل الدولي مع ما يجري في ليبيا. نتابع معكم هذا التقرير الذي أعده الزملاء معدو هذه التغطية، ثم نعود لنباشر الحوار. يراوح المشهد السياسي في البلاد مكانه، وذلك بعد القرارات الأحادية التي أصدرها عقيلة صالح والتي أحدثت انقساما وتوترا حادا في البلاد، جعل الأنظار تتجه إلى المبادرة التي طرحتها المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. وقد عقد مجلس الأمن جلسة استماع لإحاطة قدمتها وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روز ماري، والتي دعت إلى التركيز على الانتخابات، وهو ما أيدته معظم الكلمات من المندوبين، حيث قال مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن إن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يعتبر المسار الوحيد للاستقرار في البلاد. من جهته أكد المندوب البريطاني بمجلس الأمن دعم المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز في دعوتها لإنجاز قاعدة دستورية، مشيرا إلى أن محاولات وقف إنتاج النفط في البلاد أمر مقلق. أما المندوب الفرنسي قال إن إجراء الانتخابات هو الضامن الوحيد لاستقرار البلاد. وفي غضون ذلك، تناقلت مصادر إعلامية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتزم الاتصال ببشاغة لإقناعه بالتوصل إلى اتفاق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، وذلك لتشكيل ما أطلق عليه اسم الحكومة الانتخابية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في وقت سابق جميع الأطراف إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار، وذكر أن الهدف الأساسي يتمثل في إجراء الانتخابات في أسرع وقت. وعلى صعيد التحركات في الداخل، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية تقود إلى انتخابات تحقق الاستقرار. وبين هذا وذاك، يرى مراقبون أن لا وجود لبوادر حل في الأفق، وإنما محاولات للتهدئة وتجميد الوضع، وأن ما يعول عليه الآن في إحداث تغيرات في المشهد هو تحرك القوى الوطنية لإنقاذ البلاد من هيمنة الأجسام غير الشرعية، والبدء في مشروع انتخابات شاملة تنهي المراحل الانتقالية. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية. أرحب بضيوفي معي عبر سكايب دكتور محمود إسماعيل الباحث في الشؤون السياسية والقانونية، ومعي عبر الهاتف أيضا السيد كمال عبد المجيد المحلل السياسي، وعبر الهاتف أيضا السيد موسى تيهوساي المحلل السياسي والكاتب الصحفي. أهلا بكم ضيوفي الكرام. بداية مع دكتور محمود إسماعيل، ما يجري في على المشهد الليبي من تطورات منذ تشكيل حكومة موازية ومحاولة إدخالها للعاصمة طرابلس وفرضها بالقوة، وأيضا التفاعل الدولي مع الملف الليبي بعد التطورات الأخيرة وجلسة مجلس الأمن الدولي بالأمس؟ كيف تتابع التطورات الأخيرة؟ لعل من المهم إدراك أن الضبابية هي سيدة المشهد في ليبيا، كانت منذ مدة وهي مستمرة ونتمنى ألا تظل، لكن من زاوية ثانية علينا أن نبحث عن الأسباب الحقيقية وأن نحاول علاج الإشكال بدل التوجه إلى القشور. من المهم إدراك أن الأجسام جميعا بدون استثناء ولا نستثني، وكما ذكرت هذه أجسام حقيقة أجسام ميتة يجب العمل على إزالتها، وعلى الأقل العمل على استبدالها، لكن في المقابل أيضا يجب أن ندرك بأن حجم الإشكال يحتاج إلى علاج عميق في ظل الانقسامات السياسية حادة في جنوب، ويتعلق بأجسام الأمر الواقع المتمثلة في برلمان مهتري يسيطر عليه عقيلة صالح، وفي عصابات تمثل تقول بأنها جيش وهي متمثلة في عصابات حفتر وأيضا ميليشياتها، وأيضا في مجموعات وعصابات زيف القدافي وعصاباته. هؤلاء حقيقة هم أعداء ليبيا وأعداء فبراير، وأعداء أيضا أي تغيير يتجه إلى إمكانية إحداث تغيير مقبول.
في مقابل مجتمع دولي متشظي على داتا بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي شنت، وهذه الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وهي حرب أثرت وتؤثر بطريقة أو بأخرى أو بشكل أو بآخر على كثير من جوانب الصراع، باعتبار أن ذلك سيرجع على أروقة مجلس الأمن من زاوية، وعلى المبعوث واختياره من زاوية ثانية، وعلى الموجودين من ميليشيات روسيا من الفاغنر وعصاباتهم والمذعومين أيضا الذين هم يختبئون تحت الجناح الروسي ابتداء من زيف القذافي مرورا بحفتر وعصابته. لكن في المقابل، هل لدينا فعلا إدراك بأن هل الاتجاه الذي تتجه إليه الأمم المتحدة سينتج حلا؟ في تقديري أن إمكانية القول بأن هؤلاء يتجهون إلى حل أمر بعيد، لأنه الواقع العملي حتى وإن سلمنا جدلا أن الصراع يجب أن يقال بأنه ليس صراعا تنفيذيا، فالصراع التنفيذي هو صراع ما بين شخصين أريد بهم أو أراد حفتر وأراد عقيلة صالح أن يرمي المنطقة الغربية بنوع من الإشكال فقذف بها، بدل من القول بأن الإشكال موجود بعقيلة صالح وحفتر وبعض المناطق الأخرى أرمى بها إلى المنطقة الغربية، بل وأمعن في ذلك حيث تم اختياره فتح بشاغة من أجل أن يكون من نفس المدينة التي يتواجد بها أو التي منها السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الوطنية. نعم سيد محمود. دعني فقط أكمل فكرتي عفوا فقط في لحظات، لكن في المقابل ليس هذا هو الإشكال. الإشكال ليس في جسم تنفيذي، وليبيا ليست مشكلتها في حكومة، إنما مشكلتها في هذه الأجسام. لكن اختيار لجنة 6+6 قبل 5+5 أو 5+5 قبلها لجنة 74 أو 75 قبلها لجان ولجان ولجان، أعتقد بأنها تتكور دون أن يكون هناك توجه إلى إمكانية القول بأنها أساس للحل، فهي لن تصل إلى حل في هذه الأزمات، وإنما هو توجه إلى استمرارية نفس الإشكال باستخدام نفس الأدوات، ولذلك لا ينتج حلا وإنما ينتج نوعا من الاستمرار، والاستمرار دون نتائج تذكر ما لم يكن هناك آليات للتغيير وفقا للمتبع قانونا بالخصوص، وهناك تجارب دولية ولا يمكن إعادة اختراع العجلة. طيب ابقى معي دكتور محمود إسماعيل، أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف سيد موسى تيهوساي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد موسى، كيف تتابع التطورات الأخيرة خاصة في التفاعل الدولي مع ما يجري في ليبيا؟ تابعنا بالأمس لقاء جمع المجلس الرئاسي بعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، وأيضا تابعنا جلسة مجلس الأمن الدولي وكلمة مندوب ليبيا ومندوبي الدول الفاعلة أيضا في مجلس الأمن. نعم، تحية طيبة لك ولسارة المشاهدين ولضيوفك الكرام. مع الأسف الشديد، حتى جلسة مجلس الأمن الأخيرة لم تكن في المستوى الذي ينبغي على الأقل. لماذا؟ لأن ظهرت بيانات واضحة بين أعضاء مجلس الأمن، خصوصا بين البيان الروسي والأمريكي، وهو ما سيكون له تداعيات كما هو كما نعرف دائما. الولايات المتحدة أمس ذكرت العديد من النقاط، منها التخوف من تعميق الانقسام الحالي، ولادة صراع جديد في ليبيا يتخذ شكل الحكومتين ونفس الشكل القديم مع زيادة الاكتشاف السياسي. هناك تلويح بالعقوبات، هناك رفض لهذا السيناريو الحكومتين وإعادة التقسيم أمريكيا، وكذلك هناك دعوة لضرورة على الأقل الاستماع أو على الأقل الحد الأدنى من احترام إرادة الليبيين في إجراء انتخابات، في الوصول إلى آليات متوافق عليها تفضي إلى إجراء انتخابات. هذا الموقف الأمريكي، بينما الروس وكأنهم يعني هناك نوع من التواطؤ ونوع من رضا على هذه الحالة، أو على الأقل نوع من التماهي مع الأحادية التي أنتجها عقيلة صالح، والتي دائما ما تدفع المشهد الليبي إلى سلوك نهج معين، وهو نفس السلوك القديم الذي عمق الأزمة الليبية والذي حال دون إيجاد أي تسوية سياسية شاملة للأزمة. نرى كذلك مواقف عديدة في مجلس الأمن غير واضحة حقيقة، يعني لم تتضح
لم تدعو ما ينبغي، وهو الالتزام بخارطة الطريق وعلى الأقل محاولة الدفع بإجراء الانتخابات. محليا للأسف الشديد هناك تسعير أو من التفريقة، هناك يعني استخدام القوة من بعض الوضع إلى صالح، وهذا للأسف شيء خطير جدا. ولكن عموما أن الوضع بالفعل معقد سياسيا، وهناك يعني أطراف مقربة مع جيل صالح وحفتر دائما ما تريد أن يستمر هذه الأزمة. معقد لكن إلى أين يتجه سيد موسى، معذرة المقاطعة، معقد لكن إلى أين يتجه المشهد؟ مع الأسف يتجه إلى إنتاج مرحلة انتقالية جديدة يقودها جيل صالح ويتمسك ب يعني تفاصيلها. نتحدث عن الحكومة، نتحدث عن شكل هذه المرحلة التي للأسف الشديد ليست معلومة النهايات. اليوم بالفعل نحن في مرحلة جديدة، عقيلة صالح اليوم يتصرف وكأننا بالفعل دخلنا إلى مرحلة جديدة، وهذه المرحلة عندما دخلنا فيها تم تجميد كل ما يتعلق بمحاولات إيجاد آلية دستورية. هناك اليوم يعني حديث ومقترح منها مبعوثة المستشار الأمين العام ستيفن ويليام لإيجاد حاجات مشتركة بين مجلس الدولة والنواب، لكن مجلس النواب يرفض هذه المسائل نهائيا. ذلك يعني صراحة أن عقيلة صالح بدأ يتعامل مع المشهد على أنه بالفعل نحن في مرحلة جديدة، وأن الحديث عن الانتخابات سيقوم بها مجلس النواب عندما يريد وليس عندما ولا، ويرفض أي مقترحات تدعو إلى الدخول في مشاورات لإيجاد آلية لإجراء. نعم ابقى معي سيد صالح، يتماشى مع المشهد على أننا بالفعل في مرحلة جديدة، ومسائل المسائل الدستورية مجلس النواب فقط هو من سيضعها وهو من سيختار الوقت الذي ستجافيه. ابقى معي سيد موسى، مع أن البعض يقول أن مبادرة ستيفاني ويليامز اليوم تلاقي دعما دوليا من مجموعة الدول الخمس أو بيان الدول الخمس بشأن ليبيا، أيضا مجموعة العمل السياسي، كذلك المبعوث الأمريكي والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. لكن ابقى معي، سأعود إليك سيد موسى تيهوساي. أرحب بضيفي عبر الهاتف من باريس سيد كمال عبد المجيد المحلل السياسي. سيد كمال، في ظل ما يجري الآن والتفاعل الدولي الأخير مع الوضع في ليبيا، السيد موسى تيهوساي أشار إلى أن المشهد ربما يسير نحو مرحلة أو إنتاج مرحلة انتقالية جديدة. البعض يقول بأن الآن الفرصة سانحة أكثر للذهاب نحو انتخابات تنهي ما يجري الآن، وأن هذا ما يريده المجتمع الدولي في ليبيا. نعم، حياك الله أخي محمد، تحية ليك وتحية لكل السادة المشاهدين وضيوفك الكرام. أخي محمد، الموقف الدولي وما صدر مؤخرا بالأمس بخصوص الملف الليبي يعتبر لنا نتحدث عن كافة أعضاء مجلس الأمن كمنظومة دولية، سوف أتحدث عن الدول المالكة للقرار داخل هذا المجلس، فهي الآن يعني لم يعد الملف الليبي ده أولوية صراحة للدول الكبرى، لأن ما يحدث الآن الحرب الروسية الأوكرانية يعني الأمور متداخلة جدا، وربما مصائب قوم عند قوم فوائد، قد تكون هذه الحرب أخي محمد ترجع ببعض الإيجابيات على الملف الليبي أو خلط الأوراق أو إعادة الأمل من جديد نحو أقل شيء سقوط الملف الليبي من أيدي الوكلاء في المنطقة، الإمارات والسعودية ومصر. سلم هذا الملف منذ 2014 للوكلاء في المنطقة لرسم المشهد السياسي الليبي نحو تحول ليبيا من منظومة نظام استبداد لقرابة نصف قرن في نظام القذافي إلى نظام عسكري من جديد. ولكن الحمد لله الله سلم، وما يحدث الآن في الحرب الروسية الأوكرانية اعتبره حيعود إيجابيا على المشهد الليبي، وذلك لمحناه من كلام المندوب الروسي أمس وكأنه يناور سياسيا نحو يعني خفض التصعيد نحو الملف الليبي بضرورة خروج المقاتلين الأجانب، وكأن نسى أن الفاغنر العامل الرئيسي أو العصابات الرئيسية الموجودة داخل الأراضي الليبية وبأوامر روسية. يعني الصراع الآن أخي محمد دولياً
لا أعتقد أن هناك تغير إلا ما ينعكس ما يحدث في الساحة الروسية الأوكرانية. ما يحدث ويخرج في الصراع في أوروبا الآن هو ما ينعكس على المشهد الليبي. فبعد الآن البعض يقول بأن ما يجري الآن في أوكرانيا هو أمر يشغل القوى الكبرى في العالم، وبالتالي يترك الساحة الليبية مجالا مفتوحا لمن يريد تصفية الحسابات أو من يريد أن يسجل نقاط جديدة، لأن هذه فرصة سانحة أن تكون الدول المعنية بليبيا غير 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 معنية بشكل مباشر الآن بالوضع في ليبيا. ليس بالضرورة، ولكن المشهد الليبي ليس بالمشهد أو بالورقة الأساسية اللي عند الكبار الذين يتصارعون الآن، يعني بمعنى أن ليبيا قد تأتي في عنصر ثانوي الآن يحدث، لأنه يروا أن أوكرانيا أولى يعني دولة أوروبية في النهاية، ويروا أن روسيا كعدو تريد أن تمتد إلى حدود حلف الناتو وتريد السيطرة بشكل كبير يعني في أوروبا وخلط الأوراق وإعادة صناعتها كاتحاد سوفيتي سابقا، فهذه الأولوية. ولكن ليبيا سلمت للوكلاء في المنطقة أخي محمد منذ سنوات، الوكلاء فشلوا في إعداد مشهد يرضي الدول الكبرى التي سلمتهم هذا المشروع، وهو مشروع ليبيا، تخطيط الإمارات السعودية مصر في المنطقة كان لرسم مشهد سياسي معين أو نظام حكم معين في ليبيا، كالمشهد مثلا في مصر وما حدث في الانقلاب على الرئيس مرسي. ولكن فشل الوكلاء بإعداد منظومة أو حكم أو سيناريو خاص بالمشهد الليبي، فرجعت الورقة الآن بأيدي الكبار ألا وهم أمريكا، بريطانيا، فرنسا، روسيا، هذه الدول المتحكمة في المشهد العالمي. الآن ما يحدث في الصراع داخل أوروبا حيرجع إيجابيا على المشهد الليبي، ولكن إذا استطعنا أن نوظف ما يحدث الآن بإرادة داخلية وبكوادر داخلية نحو قدما نحو انتخابات والدفع نحو انتخابات وإنهاء هذه المهزلة والمراهقة السياسية التي تحدث من بشاغة ومن غيره وهو حكومة وموازية وغيره، فنستطيع أن نوظف ما يحدث الآن دوليا بشكل إيجابي داخل المشهد الليبي. ابقى معي سيد كمال، أعود مرة أخرى لضيفي عبر سكايب دكتور محمود إسماعيل ضيفي من طرابلس. دكتور، استمعت لما ذكره ضيفي عبر الهاتف، هذا يجعلني أذهب الآن أو أنتقل إلى موضوع مبادرة ستيفاني ويليامز، والتي أشرنا إلى أنها تحظى بدعم دولي معلن على الأقل من السفير الأمريكي، من الدول الخمس وبيانها الذي صدر، ومجموعة أيضا العمل السياسي التي تضم عدة دول من بينها الجزائر وغيرها من الدول. برأيك إلى أين وصلت الآن مبادرة ستيفاني ويليامز حسب متابعتي؟ أن المجتمع الدولي كان ما قبل بداية حرب أوكرانيا ليس كما بعدها، لأن هناك محاولة لإعادة بلاد نظام متعدد الرؤوس ومتعدد الأقطاب بدل من النظام الموجود الأحادي الجانب الذي يحمل عصا غليظة للعم سام، والذي بدأ في سنة 1991 بانهيار الاتحاد السوفيتي، وربما يلج الصينيون والروس في محاولة قدر الإمكان لإعادة ترتيب أوراق من هذا، وهذا سيؤثر. وهي عودا على بدء فيما يتعلق بستيفاني ويلمز التي كانت مبعوثة ولو كانت بالإنابة كانت لديها القدرة، بل جاءت قوية في المرة الأولى لكن ليست بنفس القوة التي جاءت بها في المرة الثانية، وهذا ما بدا واضحا حيث أنها مستشارة وليست رئيسة لبعثة، وهو ما يعترض عليه الانقسام الحاد بالمجتمع الدولي، وسيظل ذلك كذلك إلى أن يتم ترتيب الأوراق. ما يخشى إعادة توظيف الملف فيما يتعلق بليبيا في نوع من المبادلات السياسية، باعتبار أن ليبيا جزء منها محتل من قبل عصابات روسيا، وجزء آخر ربما يهتم الغرب أكثر بأوكرانيا وهو كارثة إن حصلت. لكن في المقابل أيضا هناك توجه باعتبار أن هذه المبادرة تتجه إلى إمكانية مراعاة أن يكون هناك انتخابات بشكل عاجل، لكن يجب أن يدرك الجميع بأن الانتخابات لا تنهي المرحلة الانتقالية وإنما تخلق أيضا جزءا من مرحلة انتقالية ثانية. إعادة التجديد لوجود جسم برلماني لا يعني أيضا أن المرحلة انتهت، لابد من القول بأن نهاية المرحلة الانتقالية يجب أن يكون بدستور.
وإذا كان ذلك كذلك على الأقل يجب أن يكون هناك مراعاة، هل هذه الأجسام الموجودة القائم منها والهائم والنائم، أقصد ثلاثة من الأجسام الرئيسة ألا وهي البرلمان المنقسم وأيضا مجلس الدولة وكذلك المجلس الرئاسي، هل في مقدورها أن تنهي ما يتعلق بهذه المرحلة أو تؤسس لما يتعلق بمرحلة فعلية منتهية فيما بعد؟ أعتقد بأنه من العبث القول بإمكانية أن تكون هذه الأجسام جزءا من مشهد ينهي ذاتها ويكون لما بعدها، فهي نوع من عدم الإمكانية. لذلك يجب على الوطنيين أولا أن لا يعولوا كثيرا على ما يتعلق بسياسة الدول ولا الأنظمة وأيضا ولا المنظمات الدولية، فهي تحاول قدر الإمكان جعل القضية الليبية ككرة الثلج تتكور دون أن تجد حلا، وإن كان البعض يحاول تلقفها مهما كانت فهي لا تستطيع ولا تريد التوجه إلى الحل بقدر ما تريد إطالة المدة ومحاولة قدر الإمكان أن تتمسك بخيوط اللعبة دون أن تجد حدا. فميلاد خارطة 6+6 حاليا التي بدا واضحا أن مجلس الدولة اتجه إلى تسمية أعضائه، في حين تأكأ أو تلكأ المجلس النواب أو أعضاء عقيلة، ليس مجلس نواب وليس وإنما هو مجموعة عقيلة، في تسمية 6 الآخرون. أي نحن نتكلم على نوع من الامتناع ما لم يكن هناك شروط. ربما يتم تسمية أسماء، لكن هل سنصل إلى نتائج؟ ربما نصل إلى نتائج، لكن هل ستطبق؟ ربما وربما وربما، وهكذا دواليك، أي أنه ربما هذه ستظل ما لم يكن هناك تغيير. وما وقع فيما يتعلق بهذا المشهد الملبد بدا واضحا أن هناك سيطرة عسكرية أو من ميليشيات وعصابات المجرم القاتل حفتر في المنطقة الشرقية والجنوبية، وهناك تلفؤ فيما يتعلق بحسم الأمور، وهناك انعدام قدرة فيما يتعلق بالرؤية أيضا. لا. التوجه الأخير في الاجتماع عفوا وأقول فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي جيد أن يكون له دور في هذا، ولكن ما بدا واضحا أنه كنا نتمنى أن يكون هذا الدور منذ اليوم الأول الذي به جاء المجلس الرئاسي بثلاثي رؤوس، واضح. ولكن هل استطاع أن يلج شيئا؟ اجتمع بالسفراء واجتمع بالقضاء واجتمع بالمجلس الأعلى للقضاء، لكن وإن أصدر أشياء هل يمكن تطبيقها على كل ليبيا؟ أعتقد بأن هناك أيد مرتعشة مع إكبارنا وإجلالنا للبعض، ولكن الواقع العملي أنهم غير قادرين، فهناك خياب ما وهناك فوارق ما بين الفاعلية والشرعية، فالفاعل ليس شرعي والشرعي ليس فاعل، والذين لديهم شرعية أحيانا أو غالبا أو كثيرا من الأحيان لا يملكون شيئا أو ركزا موجودا على الأرض يستطيعون به التحرك، والمبعوث اكتفت بنوع من التغريدات أكثر منها بشكل واقع. طيب. واقع ليبيا تحتاج إلى عمل من وطنيها في أن تنهي هذه الأجسام، لابد من البحث في سبيل لذلك، أما القول بالتوجه لذات الشيء دون أن يكون ما هو القوانين التي يمكن التوجه. نعم ابقى معي سأعود، هذه نقاط كلها نحاول نطرحها خلال هذه الحلقة. ابقى معي سيد محمود، ابقى معي ضيفي من طرابلس، أنتقل إلى ضيفي عبر الهاتف من طرابلس أيضا سيد موسى تيهوساي. سيد موسى، نقلت إحدى الوسائل أو وسائل الإعلام المحلية عن رئيس المجلس الرئاسي قوله في لقاء جمعه بمجموعة من المكونات السياسية الليبية تلميحه وتلويحه بأن المجلس الرئاسي سيعتمد قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات المقبلة في حال فشلت مبادرة ستيفاني ويليامز، هل هذا ممكن؟ نعم، مع الأسف دعني فقط أعرج إلى مسألة مهمة جدا قبل الحديث عن المسودة المنتظرة أو التي لوح بها المجلس الرئاسي. مع الأسف الشديد، وهذه قناعة أعتقد أن حتى المجتمع الدولي وستيفاني ويليامز تسلت إليها، أن إيجاد توافق بين مجلس النواب والدولة أصبح أمرا يعني غير ممكن بشكل نهائي، و يعني الواقع يقول هيك هكذا، والتجارب تقول هكذا ايضا. على مدى السنوات الخمس الماضيه فشل النواب والدوله على التوصل الى اي تفاهم يمكن ان ينتج تغييرا سياسيا في ليبيا، فبالتالي اليوم من العبث السياسي ومن العمى السياسي كذلك ان نحاول ان ننتج توافق بين هذين المجلسين. هذه حقيقة لابد أن ننطلق منها، لابد اليوم أن ننطلق من أننا نحتاج إلى خيارات
أخرى يعني الوصول إلى نتائج مختلفة، وإلا سنكرر نفس التجارب ونفس الفشل. نعود إلى مسألة إمكانية أن يفرض المجلس الرئاسي أن يعلن الطوارئ ومن ثم الحديث عن آلية دستورية. هذه يمكن أن يفعلها المجلس الرئاسي، لكن يحتاج قبل ذلك أن تكون له سلطة على كامل التراب الليبي، وإلا ستكون النتائج كذلك هي الفشل. اليوم يمكن لمجلس الرئاسي أن يفرض الطوارئ ويفرض كذلك يعني آلية دستورية، لكن هذه تحتاج إلى أن يكون لديه سيطرة أمنية. نتحدث عن إمكانية أن تكون أجهزة أمنية لديها السيطرة الكافية على كافة المناطق في ليبيا لإجراء الانتخابات بناء على هذه الآلية، لكن هذا يعني معطل تماما. اليوم نتحدث عن منطقة القوة في ليبيا، نتحدث عن أن العوامل المؤثرة اليوم على المستوى السياسي، على مستوى التغيير السياسي، على مستوى التأثير في المشهد السياسي معتمدة أساسا على عامل القوة الخشنة، وهي التي لا يملكها اليوم المجلس الرئاسي، وأن هذه القوة الخشنة في يد يعني جهات دائما ما تستخدمها ل يعني التأثير في المشهد كما يعني يخدمها هي فقط. يعني بمعنى أن اليوم الخروج من هذه المرحلة إلى مرحلة انتقالية، مرحلة دائمة في ليبيا، يحتاج إلى أن يعني يحتاج أن تكون هذه الأطراف هي نفسها من لديها إرادة للخروج من الأزمة. لكن للأسف ما نشاهده اليوم هو نفس السيناريوهات القديمة، نفس العبثية التي يتحكم فيها عقيلة صالح ومن ورائه من القوى التي لديها قوى خشنة تتمسك بكافة بتفاصيل المشهد للأسف شرقا وجنوبا ووسط البلاد. لكن التلويح لمنفي الأخير، يعني ألا تعتقد بأنه إرادة جادة لاتخاذ قرار يحسم الجدل؟ والله للأسف أشك في أن المجلس الرئاسي لديه القدرة على ذلك، لأن كما قلنا أن المشهد يعتمد على التأثير في المشهد يعتمد على أدوات الخشنة، وهي القوة الصلبة التي لا يملكها المجلس الرئاسي. ثم إن المتحكمين في المشهد، النخبة الحاكمة لليبيا اليوم، هي تستحصي عن التغيير، ولأنها تتمسك ببعض القوى التي لها مصالح في استمرار الوضع الحالي، لأنها مستفيدة منه على مستويات عديدة المالية وغيرها. ف يمكن أن تكون هناك خيارات أخرى قد تكون أكثر فعالية من الخيار الذي يروح فيه المجلس الرئاسي، هي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإمكانه اللجوء إلى خيارات أخرى. هناك اليوم إمكانية لتشكيل لجنة، الله غالب نحن دائما يعني المجتمع الدولي ذي تأثير دائما أكثر من أي طرف. سيد موسى، حكومة الوحدة الوطنية شكلت لجنة من عدد من الشخصيات الوطنية التي تمثل التيارات السياسية المختلفة، وأيضا تمثل عدد من التوجهات في البلاد، وهذه اللجنة سيعلن عنها خلال أيام بحسب معلومات ومصادر نقلت هذه المعلومات، بأن اللجنة سيعلن عنها خلال هذه الأيام، ومن مهامها إعداد قاعدة دستورية وقانونية للانتخابات المقبلة. مع الأسف لن تقبل اللجنة ولن تقبل مقترحاتها كذلك، لأنها يعني تحسب أنها أحد الأطراف، وهذا يعني لدينا حتى مثلا مقترحات مجلس الدولة ورفضها مجلس النواب، واليوم مجلس النواب يرفض حتى مقترح ستيفاني. لكن ما تطرحه الحكومة اليوم، يعني معذرة على المقاطعة، ما تطرحه الحكومة اليوم هو إجراء الانتخابات في يونيو القادم، وهذا يرفضه أصلا مجلس النواب، أو يرفضه ضمنا لأنه يرفض استمرار هذه الحكومة، وقام بتعديل دستوري رفضه مجلس الدولة بالطبع، لكن هذا التعديل يقول بأن الانتخابات بعد عام ونصف أو عامين تقريبا، بالتالي الحكومة تقول سنلجأ للانتخابات حتى لو اضطررنا لاعتماد التصويت الإلكتروني. لن للأسف الشديد لن يقبل مجلس النواب بذلك. لماذا لن يقبل؟ لأن مجلس لا يريد انتخابات بأي شكل من الأشكال. هل تعتقد أن علي صالح الذي تعديل الدستوري 12 وأنتج حكومة جديدة، هل تعتقد أنه اليوم انتخابات غير من غير المنطقي أن نقول أن عقيلة صالح اليوم يريد انتخابات، لأنه أنتج حكومة وأنتج مرحلة انتقالية
ولا يريد وبالتالي لا يريد اصلا الدخول في مساله تتعلق بايجاد اليات دستوريه لانجاز الانتخابات. بما انه لن يقبل سيد موسى ما السبيل لالغاء او ازاله هذه العقبه كما تقول بأنها لن توافق مهما كان المسار، مهما كان السيناريو، سواء كان من الحكومة، من مجلس رئاسي، مبادرة ستيفاني ويليامز، ما السبيل إذن لإزالة عقبة عقيلة صالح من المشهد ومن طريق الذهاب للانتخابات؟ أعتقد أن أحد العوامل المهمة جدا عقيلة صالح يعني الغمامة التي يعني رفضها على المستوى على المجتمع الليبي هو يعني الدخول الشعب الليبي في الشوارع ومحاولة الضغط على مجلس النواب والدولة ومطالبة بإزاحة هذه الأجسام من المشهد الليبي، وهذا العامل الأكثر تأثيرا على الداخلي لتغيير هذه السلوك، هذا السلوك الذي يريد عقيلة صالح أن يحكم به المشهد الليبي إلى ما لا نهاية، لا يمكن اليوم أن ينتهي إلا ب شعبية وبضغوط شعبية وبمظاهرات شعبية وبمحاولة إغلاق حتى مجلس النواب ومقراته في طبرق، وهو ما نراه اليوم. اليوم نرى حراكا شعبيا مهما ولابد أن يدعم ولابد أن نحاول أن نقف مع الإرادة الشعبية التي تريد إنهاء هذه المراحل وتريد إنهاء هذا العبث الذي يتحكم به عقيلة صالح. نعم سيد موسى، ابقى معي، أنتقل لضيفي عبر الهاتف سيد كمال عبد المجيد. بالحديث عن دور المجلس الرئاسي، هل تعتقد السيد موسى تيهوساي يقول بأنه يشك في قدرة المجلس الرئاسي على القيام بذلك، لكن ألا تعتقد بأن الظروف قد تغيرت وأن ما يجري الآن في البلاد خطير للغاية إلى درجة أنه قد يدفع المجلس الرئاسي فعلا إلى التحرك بشكل جاد واتخاذ قرار بهذا الحجم؟ نعم أخي محمد، أضم صوتي لصوت ضيفك الكريم بأن المجلس الرئاسي كشخصيات كاريزما وكمستوى أداء سياسي ضعيف جدا، ولا يستطيع صراحة المنفية أو غيره في من تغيير المشهد السياسي، ولكن يعني مبادرة مثل هذه في هذا الوقت تستطيع أن توظف من داخل الإرادة الداخلية وتوظيفها. الآن نحن في حاجة لتوظيف أي شيء ضد لإنهاء مجلس النواب بأي طريقة كانت. وأرى أن المشهد المدة الماضية بخروج الشارع وتحرك القوة السياسية الوطنية يعني في معظم المدن أربك وأحرج داعمي عقيلة صالح وكتلة الانقلاب العسكري منذ 2014، أحرجهم كثيرا صراحة، وهذا ما رأيناه وما شاهدناه انعكس على عدم دعمهم للحكومة الموازية عندما اعتمدها عقيلة صالح ومن معه، فشهدنا ما شاهدنا من بيانات مهزوزة وآراء مهزوزة من بعض الدول التي كانت داعمة بشكل كبير لحكم العسكر والانقلاب. هذا شيء بالنسبة للمجلس الرئاسي لا نعول عليه كثيرا ولكن نعول عليه كأداة للدعم الشعبي. الشارع يستطيع أن يوظف المجلس الرئاسي وليس العكس، يعني نستطيع توظيف المجلس الرئاسي بما له من صلاحيات ولو كانت ضعيفة بالضغط نحو إحراج الدول التي تدعم عقيلة صالح ومن معه، كذلك انضماء ودعم البعثة الأممية حتى ولو كانت ضعيفة إلى حد ما، ولكن دعمها بالحراك الشعبي وبقرارات المجلس الرئاسي ومبادراته مثل ما قام به المنفي في هذه الأيام، هذا نستطيع من خلاله أن نضغط بشكل كبير جدا لتغيير المشهد السياسي الليبي. لن يتغير المشهد السياسي الليبي طالما أنه كتلة عقيلة صالح والانقلاب العسكري موجودة كأداة لصنع القرار في ليبيا، ولكن إبعاده من المشهد يجب أن يكون بتوظيف الممكن، ألا وهو المجلس الرئاسي، نعم حكومة الوطنية وبمبادرتها بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات ندعمها وبكل قوة، أي حراك وأي أجسام تستطيع أن تناور سياسيا ضد هذا الجسم يجب أن تكون مدعومة بحراك شعبي وإرادة داخلية كبيرة. نعم واضح جدا سيد كمال عبد المجيد ضيفي عبر الهاتف من باريس، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي عبر سكايب من طرابلس السيد محمود إسماعيل. السيد محمود، استمعت إلى السيد كمال والسيد موسى أيضا، أكدوا على مسألة أن الحراك الشعبي هو من أهم الوسائل ربما ومن أهم الطرق لإزالة العقبات التي تقف الآن أمام طريق الانتخابات وطريق الخلاص عبر إجراء الانتخابات، بالإضافة إلى الضغط الدولي أو الإرادة الدولية إلى أين تتجه أو ما الذي يريده المجتمع الدولي.
ما تعليق؟ في رأيي أنه من المهم جدا وضع سلم أولويات بما الذي يجب وكيف يكون وكيف يتم التوصل إليه. لدينا إشكال ولدينا تشخيص للمرض، ربما الحالة المرضية التي يعانيها المجتمع الليبي ربما تم الاتفاق على ما يتعلق بتشخيصها، الجميع يدرك بأنها أجسام ميتة يجب التخلص منها ويجب العمل على التخلص منها بشكل عاجل وسريع، ويجب أن يكون في إطار سياسي، أي أن التغير من الناحية العسكرية يبدو أنه مستحيل أو صعب. لذلك لزاما التوجه ما هو الحل الذي يمكن التغير به. إمكانية يكون التغير من خلال مجتمع دولي أعتقد بأنه شبه أضغاط أحلام. المجتمع الدولي داعم لفكرة لكن هو داعم لمصالحه أحيانا المتناقضة والمتضاربة وأحيانا المتقاطعة أحيانا أخرى، لكن في المقابل هذا لا يعني عدم البحث على دعم مجتمع دولي ومساعدته، خاصة في ظل وجود حلفاء للقضية الليبية وأقربهم لذلك تركيا كمؤثر وفاعل وموجود، وأيضا كذلك بعض الدول الأخرى. من زاوية ثانية لزاما على هذه الأجسام أن يحاول الجميع العمل على إزاحتها من خلال تبني مشروع، فما لم يكن لدينا مشروع واضح المعالم سنكون نحن أمام جزء من مشروع الغير. دعني أقول بأن من المهم جدا التوصل إلى نقطة أخرى متمثلة فيه كيف يمكن الوصول إلى هذا. لا أرى حلا فيما يتعلق حتى بهذه الاجتماعات، لن تصل إلى حل نهائي، لن تصل إلى توافقات، وإن وصلت ستصل إلى نفس الخارطة بالتعديل الذي تبنته قبعة عقيلة على مقاس حفتر، وإذا وصلوا إلى انتخابات ستصل إلى قوانين عقيلة وحفتر، أي نحن ندور بنفس الفراغ ونفس الإشكال. ما لم يكن هناك آلية لتأسيس ينهي ما يتعلق بالمشهد من هذه الزاوية سيكون نحن نكرر أنفسنا ونكرر إشكالياتنا. إشكالية الدولة الليبية تكمن في أنه ضرورة توظيف المشهد الدولي لصالح المشهد المحلي من خلال العمل على إعلان وجود جبهة وطنية لا تنتمي إلى هذا أو ذاك من أجل تحرير ليبيا من عصابات الفاغنر، وهو أمر يجب أن يبدأ به الوطنيون. من زاوية ثانية لزاما الحفاظ والحفاظ والحفاظ على مبادئ هذه الثورة. من زاوية ثالثة يجب التوجه إلى القول بإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال وجود مشروع وليس من وجود ما يتعلق بأضغاط. إلى ذلك نحن إلى الآن لم يتم فتح السجل للانتخابات، إلى الآن لم يتم البدء بإجراءات، إلى الآن لا يوجد مشروع قانون. برأيك ما هو مصير مبادرة الحكومة سيد محمود؟ مبادرة الحكومة سيعتبرها البعض بأنها موجودة وجيد في أن تكون مبادرة. المبادرة لم تصل إلى مرحلة ما يتعلق بوجودها كقانون، ما هو التشريع الذي سيجعل الليبيين ينتخبون، ما هي الآلية التي يمكن بها الانتخاب فيما يتعلق بالمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية. نحن نتكلم على ليبيا جميعا، جيد أن تكون هناك مبادرة، لكن الإسراع نحن لم نرى ملاحظة إلى الآن، لم نرى أيضا إجراءات إلى اليوم بعملية فتح سجل الانتخابات من الحكومة أو من ما يتعلق لم نرى إحالة مشروع القانون إلى الآن إلى المجلس الأعلى للدولة أو ليحيله إلى مجلس نواب وسمي مجلس نواب، أو لم نرى أيضا المجلس الرئاسي مجتمعا يحاول قدر الإمكان أن يتخذ قرارات. هذا المجلس أخشى ما يتم الزج به من أجل أن يكون هناك سياسية جديدة أو إعادة صناعة قيس سعيد ليبيا أو العمل على إصدار قرارات أو إجراءات لا يتم تطبيقها في ليبيا، إنما تظل حبرا على ورق. هل يستطيع القول بأنه إن صدرت طبقت وإن طبقت أو وجدت صدرت هل هي على ما يريد الليبيون؟ الليبيون يريدون استكمال ثورتهم وإزاحة الطغاة وإزاحة المجرمين والقتلة وعقاب حفتر والعمل على إنهاء أحلام سيف القذافي. هذا الوقت هو الذي يتم توظيفه. أوهن الأوقات فيما يتعلق بمشروع سيف ومشروع حفتر هو إخراج العصابات الفاغنر. بإخراجهم سيكون نهاية لهذين، نهاية لأحلامهم ولمشروعهم. ولا بد من تغيير هذه الأجسام قولا واحدا. نعم سيد موسى تيهوساي ضيفي عبر الهاتف، حضرتك يعني دعني أقول عندك نظرة تشاؤمية في مسألة مسار الانتخابات الذي تدعو له أو تقوده حكومة الوحدة الوطنية، أيضا توجه المجلس الرئاسي أو تلويحه بإمكانية اعتماد قاعدة دستورية. قلت بأن الحراك الشعبي مهم للغاية، الحكومة تقول بأنها استمدت هذه القوة لاتخاذ هذه الإجراءات تشكيل لجنة لإعداد قاعدة دستورية من الحراك الشعبي نفسه. نعم،
طالما هناك أجسام يعني تفضل أو تفعل المستحيل البقاء في المشهد، لأنه في ذلك تضيع تطلعات الشعب الليبي وإرادته في إنهاء هذه المراحل. طالما هذه الأجسام موجودة وتفرض نفسها ورأيها بالقوة في البلاد، فإن ليس هناك أي منطق يمكن أن يؤدي إلى تغيير هذه الأجسام إلا عن طريق الشعب. الشعب دائما هو من يملك المفاتيح اللازمة للتغيير السياسي في كل الدول. الآن هناك إمكانية يعني لهبة شعبية أو لرفض شعبي أو لتدافع شعبي يؤدي يدعو فقط إلى إنهاء هذه الأجسام، عندما تشعر هذه الأجسام بأنها غير يعني مهددة بإخراج من البلاد، فبالتالي عندها فقط يمكن أن يكون لديها الحد الأدنى من الإرادة للتفاهم لصياغة قوانين، للتفاهم على إيجاد آلية يمكن أن تؤدي إلى انتخابات أو تؤدي إلى إنهاء هذه المراحل الانتقالية، عندها فقط يمكن أن نصل إلى نهاية هذا العمل. أما يعني قول الحكومة بأنها ساعد في إجراء في إعداد آليات، نحن لا نحتاج إلى، هناك العديد من الآليات الدستورية، هناك العديد من المقترحات، هناك الكثير من النصوص التي يمكن أن تجرى من خلالها انتخابات، منها حتى النصوص القديمة، حتى الانتخابات قانون المؤتمر الوطني، هذا القانون موجود وإمكان أن تجرى من خلال انتخابات، لكن ما نحتاجه فقط الإرادة. للأسف الشديد ليست هناك إرادة سياسية لدى النخبة الحاكمة اليوم في ليبيا لإجراء انتخابات. هذا فقط هو، هذه فقط هي المشكلة لدينا، ليست هناك مشكلة في القوانين. إذا ما كانت هناك إرادة سياسية فإن بإمكاننا أن نصنع، أن نجد آلية دستورية في خلال شهر وتجرى انتخابات. لكن عندما يأتي أجيل صالح اليوم ليعدل الدستور على الدستوري ويفتح الباب لمرحلة انتقالية جديدة ليس لديها نهاية محددة، فإننا للأسف الشديد نستمر في نفس إنتاج نفس العرض، إنتاج نفس العرض. نعم، لكن هذه القفزة من عقيلة صالح رفضت شعبيا على ربما على يعني مستوى واسع شعبيا، تم رفض هذه المبادرة، وأيضا من شريكه السياسي مجلس الدولة أعلن رفضه، في النهاية صوت ضد هذا التعديل. بالتالي حتى يعني عقيلة صالح ومجلس النواب لم يستطيعوا حتى الآن إعلان رفض توجه الحكومة نحو الانتخابات، لأنهم يعرفون أهمية هذه الانتخابات وإلحاح الشارع الليبي على ضرورة إجراءها، بالتالي لم يستطيعوا رفضها حتى الآن أو يعلنوا أي موقف من هذا، ولعل هذه نقطة قوة للمبادرة التي تقدمها الحكومة. نعم، شوف عقيلة صالح اليوم لديه مستفيد من عوامل موجود الآن على مستوى الداخل وعلى مستوى حتى الخارجي، حتى العوامل الدولية لها تأثير في المشهد الليبي. عقيلة في غير أن يقول والله نحن لا نريد الانتخابات أو ليس هناك إمكانية للانتخابات في حدود السنة أو السنة ونص، لن يقول عقيلة صالح هذا، لأن يعرف أن هناك ضغوطات أمريكية يعني تدعو إلى إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن. لكن مع ذلك عقيلة صالح مستفيد من أن الضغوطات الأمريكية هي نفسها لا تستطيع إجباره على إجراء انتخابات، لأن هناك ضغوطات روسية ستكون على الأمريكان، سيحاول الروس أن يضيقوا على الأمريكان لإجراء الانتخابات، لأن الروس مستفيدين من الوضع الحالي لعدة عوامل أخرى كذلك، وهي أن الوجود الروسي الخشن في ليبيا عندما تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، فإن نتائج هذه الانتخابات والسلطة التي ستنتج أول خطوات ستقوم بها هي المطالبة بالخروج الأجنبي، بخروج الروس والمصادقة الموجودين في ليبيا، فبالتالي روسيا تتحسس من وجود سلطة شرعية في ليبيا تكون لها السيطرة على كامل البلاد، فبالتالي نحن أمام عوامل دولية غير مشجعة لحسم مسائل الشرعية ومسائل الدستورية لهذه الانتخابات. نعم، شكرا لك سيد موسى تيهوساي المحلل السياسي والكاتب الصحفي، كنت معي عبر الهاتف من العاصمة طرابلس، أشكرك جزيل الشكر. أعود لضيفي سيد محمود إسماعيل ونختم معه هذه التغطية، برأيك ما هو مصير
حلم الشعب، طموح الشعب، هدف الشعب الآن توجه نحو الانتخابات. مصير حلم الشعب وحلم الوطنيين وحلم الثوار أن تتحقق إرادة الليبيين وأن يزال هؤلاء وأن ينتهوا إلى الأبد وأن يتم استبدالهم كما تم استبدال أيضا غيارات الأطفال وأن ترمى بمكب زبالة. هذه هي الحقيقة. لا وجود لجسم شرعي في ليبيا، لا وجود لجسم قانوني في ليبيا، لا يعول الليبيون على إمكانية أن يلد المجتمع الدولي حلا لإشكالياتهم. ما حق جلدك مثل ظفرك. ولذلك على الجميع التوجه إلى القول بضرورة ميلاد أجسام، ميلاد شيء يستطيع أن يكون بديلا للأجسام بدل الصراع على الأجسام التنفيذية. صراعنا الفعلي في الأجسام الموجودة التي هي شرعية التشريعية أو التي تدعي أنها تشريعية، مجلس نواب ومجلس دولة ومجلس رئاسي كلها متآكلة. لا يوجد شيء يمكن القول بأنه يمكن التعويل عليه أو الأخذ بزمام مبادرة فيه. لذلك لزاما هنا القول بضرورة التوجه وبشكل قوي إلى ضرورة أن يكون هناك خارطة واضحة يتبناها الوطنيون قابلة للتطبيق حتى ولو أدى إلى إعلان مجلس انتقالي جديد. استمرارية نفس المشهد وميلاد مجموعة قوانين لا يمكن أن يخدم ليبيا في التوجه إلى انتخابات، لأنهم لا يريدون انتخابات وإنما يريدون الاستمرار. هؤلاء مجموعة أو عصابة أو سميها كما نشاء، إن اتفقوا أكلوا الغلة وإن اختلفوا أفسدوا المحصول. شكرا لك دكتور محمود إسماعيل، الباحث في الشؤون السياسية والقانونية، كنت معنا عبر سكايب من طرابلس. أشكر ضيوفي كانوا معي عبر الهاتف، السيد موسى تيهوساي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، والسيد كمال عبد المجيد المحلل السياسي كان معنا من باريس. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.